على الهواء مباشرة من مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة إبراهيم عزت ينضم إلينا الآن. إبراهيم، ما الذي تم التباحث بشأنه أو القضايا الرئيسية التي طرحت في هذين الاجتماعين؟ شكرا جزيلا لك زميلي أحمد. بالفعل كما ذكرت، اجتماع الدورة الخامسة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي ما زال منعقدا في هذه الأثناء بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. عن أهم الملفات التي طرحت في الجلسة الافتتاحية والتي سمح بوسائل الإعلام المشاركة في هذه الجلسة هي بالتأكيد ملفات اقتصادية واجتماعية وإنسانية كما ذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية. ولكن في بداية هذه الجلسة دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية بالوقوف بدقيقة حداد على روح السلطان قابوس رحمه الله، وكذلك هنأ دولة فلسطين على ترأسها لهذه الدورة في نسختها السابقة 104. أما إذا تحدثنا عن أبرز ما جاء في هذه الكلمة التي ألقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية هنا في مقر الأمانة العامة للجامعة، خصوصا أن هذه الدورة بتأتي قبيل انعقاد القمة العربية التي من المفترض أن تعقد خلال الشهر القادم. حذر الأمين العام أحمد أبو الغيط من النزاعات والصراعات التي تشهدها بعض من الدول العربية، ما يؤدي إلى ربما تعرض أهالي هذه الدول لبعض الضغوطات، وأيضا دعا الحضور لضرورة إطلاق مبادرات إنسانية تجاه هذا الموضوع هنا في جامعة الدول العربية. إليك الكلمة تعود مرة أخرى أحمد. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت مراسلنا على الهواء مباشرة من مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وسنعود إليك بطبيعة الحال على مدار الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك.